تستعجليش عليها، وانا واقف هنا هعمل شويه حشو للكبه. معلقه زيت زيتون. الكبه اصلها ايه؟ بصلايه لبناني. صح؟ شامي شامي. بصلايه نعمها وتوم ولحمه وملح وفلفل وبهار. مقادير الكبه قدامك اهو. ده عندي كوبايه وربع من اللحمه المفرومه، كوبايه وربع من السميد، وبعد كده بصلايه مبشوره وشويه ملح وفلفل وبهار وشويه قرفه. البرغل بتاعي هنقعه فورا واصفيه على طول. البرغل ده اللي هو الكفر بتاعها مش الحشوة، صح؟ ده الكفر وده الحشو. اهم حاجة بس اعمل الحشو عشان تبرد، عشان اللحمة ما تفكش مني وانا بشكلها. وهنا حط اكمر كويس قوي الايه العكوة بتاعتي في المادة الدهنية اللي انا عطرتها بحبقان ورق لور وقرفة حصى وشوية زنجبيل طازة. بص التركاك اهو. الله الله يا تفاصيلك. احلى عكوه بقى، تجيب عكوه اتنين زي ما انت عايزه. عندي هنا القروب خلاص كده غلي مرتين ثلاثه، اركنه وبعد ما يبرد اصفيه واضيف له ثلج واضيف له عسل. انت عارف يا شيف حسن ان انا اول مره ادوق العكاوي دي عجبتني جدا، فاتخضيت لما عرفت هي ايه. والله اتخضيت، عرفت انها الديل. فالصدمه بقى ليه دي الديل؟ احسن حته في العجل كله هو الديل والرقبه. ليه؟ عشان بتتحرك الرقبه والديل احسن حته في اللحمه لانها بتتحرك. طب وايه الفكره انها بتتحرك؟ الفكره تبقى لحمه ناعمه. الله، والطعم فيها جميل. ناعمه. ده حقيقي. القطايف اهي بعد ما عملناها. عشان كده كمان بحب الريش برضو جنب العظم. نزلها الشربات والريش كمان طبعا. يا سلام، لونها يجنن القطايف دي. الشوربه بتاعت عندي شويه بقدونس وشويه طماطم مكعبات، بعد ما تستوي اضيف لها طماطم مكعبات وبقدونس يا حسني. عندي التقديم طماطم مكعبات وايه وبقدونس وشويه ايه بقدونس. التركه المهمه في الشوربه تقدري تقدميها مكعبات كده او تطحنيها بالهاند بلندر او في الخلاط. ارجع للحشو بتاعي بتاع الكبه. البصله نعمت كده، احط لها معلقه ثوم، ريحه الثوم تطلع عليا. بحط عندي لحمه مفرومه وتبلها شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار لحمه. دي حشوتها وسقساق ميه. ده الحشوه بتاع الكبه، سقساق ميه عشان تعمل خرز.